كتاب المعلم اليماني. نحن في بصدد الكلام على مسألة الأحاديث التي تشهد بها الإمام مسلم. وقلنا بأن المسألة فيها نقطة التقاء ونقطة اختلاف افتراق. نقطة الالتقاء بين مسلم وبين البخاري بأن كل ما التقى أو روى الترمذي عن شيخه المعاصر له وثبت اللقاء فيعتمدون على أنها هنا على أنها على الوصل. فإن كانت المعطاء بينهما وما في أي ممارسة من عمل فإن باعوا اعتذر هو إذا روى عن شيخه المعاصر وأمكن اللقاء. هذه نقطة افتراق بين البخاري ومسلم. المسلم يقول على السماع. طبعا شهادة الراوي لا يكون مدلسا. على السماع. البخاري قال إن وجدت القرائن على اللقاء فنعم. فهو على السماع. إن لم توجد وما هي إلا إمكان لقاء فقط البخاري لا يأخذ به. يبقى الفرق بينهما إمكان اللقاء. ومع ذلك المسلم روى لأكثر من رواية فيها إمكان اللقاء وليس كل اللقاء. والحديث الذي استشهد بها منها هذا الحديث كان الحديث الأول. ومنها ما جاء في المسند حديث محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو العزل يعني أنه يجامع ولا ينزل العزل. قال قلت لعمرو أنت سمعته من جابر؟ قال لا. والحديث صحيح من طريق عمرو عن عطاء عن جابر مصرحا فيه بالسماع. فقد يقال إن عمرا إنما يفعل مثل هذا فيما سمعه فاندرأ حيث يكون قد حدث بحديث على وجهه ويكون سمعت من سبقه بالحضرة وبالقاسية. يقول حديث صحيح من طريق عمرو عن عطاء عن جابر مصرحا فيه بالسماع. فقد يقال إن عمرا إنما يفعل هذا فيما سمعه نادرا حيث يكون قد حدث بالحديث على وجهه ويكون سمع موثقا متفق عليه. قلنا نقطة الافتراق بين المسلم وبين البخاري هو إمكان اللقاء. المعاصرة موجودة، الراوي ثقة، الراوي ليس مدلس، ما في قرينة على اللقاء، لكن يمكن اللقاء في بلد قريبة أو في بلد يحج إليها أو طرد علم لا يتركون يعني عالما ولا وقتا إلا شغلوه ورحلوا إليه. فهنا مسلم يمر الرواية وأما البخاري فلا. والحق أن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد المتصل أسلم، وإلا في رواية حماد زايد هي متصلة يروي عن 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 واحد عنه. لذلك قال الإمام اليماني أقول إن لم يثبت عن عمرو ما يدل على التدليس غير هذا فينبغي حمل الكلام الحاكم على الصحابة الذين لم يقام عمرو. وقد بين الأئمة كثير منهم كما في ترجمة عمرو التهذيب، وهذا عند الحاكم تدليس كما صرح وليس تدليسا عند مسلم وعند البخاري. هكذا لا يلزم من ثبوت هذا عن الراوي أن يحكم له عليه بالتدليس في شيوخه الذين قد سمع منه ثم يحمل مواقع في هذا الحديث على نحو ما تقدم في الذين من قبل، وهو أن عمرو أراد تكريم محمد بن علي لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وفضله فروى عنه ما قد سمعه هو من شيخه ونزل من أجله. وفي المسند حدث محمد بن جعفر حدث شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل يعني. وعن جابر انه سمع. والحديث صحيح من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر، يعني هنا في واسطه بينه وبين جابر. وصراحه فيه بسماع قد يقال ان عمرو لم يفعل مثل هذا فيما سمعه نادرا حيث يكون قد حدث الحديث على وجهه ويكون سمع من ثقه متفق عليه. من ذلك ايضا من هذا الحديث عبد الله بن يزيد الانصاري وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم روى عن حذيفه حديثا وعن ابي مسعود البدري حديثا ولم يصرح بالسماع ولا علمنا لقياه بهما. وما حدث حديث حذيفه بذكر انه قول اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن افضل الروائي عن حذيفه ثم ذكره فهو متابع والحديث مشهور عن حذيفه. فان صح قول مسلم لعدم العلم باللقاء عبد الله بن يزيد حذيفه فالجواب انه لم يكن له عنه الا حديث واحد والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفه لم يحتج اهل العلم الى الكلام فيه بل روى في الحديث على انه متابعا وهو مكتوب في مثل هذا.
وهي كلمة تكون على أي قطاع الأكل هل في مطمئن؟ وأما حديث علي عن علي عن أبي مسعود رضي الله عنه جميعا قلنا حديث مشهور عن حذيفة بن سحب بقول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد حذيفة فجاوب أنه لما لم يكن له عنده الحديث واحد وهذا مشهور من غير الطريق أن حذيفة أحدث أهل العلم إلى الكلام فيه بل رأوا الحديث على أنه متابعا فهو مقبول بمثل ذلك وإن كان مفهوما عليه من القرآن لما حذيفة عن ابن مسعود في شرح النووي حديث نفقة قالوا أقول الحديث الصحيح من طرق من رواية البخاري وحديث عن أبي مسعود في شرح النووي قال بأنه حديث نفقة توجه على الأهل الحديث الصحيح من طرق في رواية البخاري عن عبد الله بن يزيد أنه سامع أبا مسعود تصريحا ثبت الخلق وثبت السنة وأيضا مد الأول من دل على خير فله مثل أجره وأما الثاني فمده تأدينا وكل ذلك من فضائل الأعمال من شوية الأول من السنة ثابتة قوله صلى الله عليه وسلم مثلا خير من حسن فلا يؤدي من الأعمال بعدين من هذا قال تعالى إلى هدى كان لهم من الأجر حيث النووي حديث المعمر حيث كان النبي صلى الله عليه يمسح من كبده في الصلاه والاقل لا تجزي صلاه الرجل لا يقيم صلبه فيها الركوع والصلاه عما قال مسلم واسند عبيد بن عمير عن مسلمة بن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد بن عمير مولد في زمن النبي وقوله لما مات ابو سلمه كنت غريب وفي ارض غريبه لا تجزي لابكيانهم كانوا يتحدثون معه فقال ما اهل سوز الجماعات قام صغير الناس عبد الرحمن بن بلال أو حفظ عن عمر وصاحب علي أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو قوله أمر أبو طلحة بن سلمة ستصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده في كتاب الشعر وكان مقدم جواب جواد باع ساق مسلم بن الحديث من طريق أصحاب الأسنان عن أبي طلحة فعنده متابعة ثم ذكر الطريق الخمسة القريب عن أنس عمدا إذا أتى الإمام المسلم برواية الثقة عن شيخه بل عن عنه وهناك إمكان للقاء يثبته وكان الخليل الخارج هذا وينفيه يبطله قال مسلم بأسد الرعي بن حراش أو ابن خراش عن عمران بن حسين عن ابن حسين الحديثين وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقد سمع الإيد ربي أربعي لأي من على الباين سمع أربعي من علي وروى قال النووي أما حديثا عن عمران فأحدهما في كتاب حسين وعند عمران رواه عبد الله خطيب والنسائي في كتاب عمل يوم الليلة بإسنادهما الصحيح والحديث الآخر له كان رواية العجب لذلك انه قال اما حديث عن ابي بكر فهو الى المسلمين حمل احدهما على اخيه السلاح فهما على حق تام خرج مسلم واشار اليه البخاري قال مسلم اسند دافع بن شويه بن مطعم بن شويه فزع النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال له اما حديثه فهو من كان له يوم الاخر ولا يقصد ان تفصل الى ذلك خرج مسلم في كتاب الايمان هكذا وقد ذكر البخاري ومسلم ايضا في روايه سعيد اخرج مسلم حديث ابي بكر مثل أبي شريف ثم أخرج حديث نافع عن أبي شريف فهو شاهد مع سعودي عن أبي شريف من طريق سعيد المصري سماعا من أبي شريف وقال مسلم أسلم عمير بن أبي عياش عن أبي سعيد المصري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحاديث قال له الأول من صام يوم تسلم الله والثاني فإن بالجنة شجرة قال البخاري في درس كبير عن عمير بن أبي عياش الزرق في الأنصار سمع أبا سعيد وهذا إسناد سماع وقال بصحيح في الكتاب الإطلاق في باب صفة الجنة الله وقال
حدثنا وهيب عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال ابو حازم حدثت به نعمان بن ابي عاشر اخبرني ابو سعيد وقد الثاني بل رواه نفس قصه نفس رواه كتاب الجنه بهذا السند في رواه ابو سعيد ذكر حديث بل رواه مسلم نفسه في رواه كتاب الجنه بهذا السند نفسه وفي قال ابو حازم حدثت به ان نعمان بن ابي عاشر قال حدثت به ابو سعيد عمدا في هذا كل بيت مساله العرعنة يأتي بروح الثقة وهو لم يلقى شيخا وهو لقي شيخا ثم بعد ذلك تراه يروي عني بالعرعنة المسألة في مسألة رقي الشيخ يعني ثبت رقي الشيخ فقد صح البخاري ومسلم اتفق على رقي الحديث وكان دارسا اتفق على رقي الحديث ثم المنطقة الوسط أنه مسلم يرى إن كان اللقاء يكفي عن اللقاء إن كان اللقاء يكفي عن اللقاء. أما الإمام البخاري فلا يرى ذلك، يرى أنه لابد أن تأتي بقرينة أو تأتي بالتبع. فالمسألة دائرة على العلانة واللقاء، والبخاري يشترط اللقاء، ومسلم يقول إن كان اللقاء يكفيني، وكثير من الأحاديث قد رواها في صحيحه على هذه الشكل. والحق في أكثرها معه. الحق في أكثرها معه. الحق في أكثرها معه. والبخاري أحفظ. وأغلب العلماء يتفقون مع البخاري في اشتراطه ومع ذلك كثير من العلماء أيضا رجحوا كلام مسلم بتمرير الأحاديث ولأن مسلم اشتد غضبه جدا على هذا التخيط لأن من لازم هذا التخيط تضيع كثير من الروايات يكون ثقة ويروى عن شيخ بالعنعنة وإن كان اللقاء موجود لكن ما في إثبات لقيا ولا سماع سيبقى لنا إشكال وهو إذا كان حقا معاصرا وأمكن اللقاء لكن جاء من قال لم يسمع منه هل يقدم هنا على الشرط أم لا صح أنه يقدم إذا كان ثقة خبير بالراوي إذا قال لم يسمع هو روى بالعنان نقول إذن هذا إرسال منه هذا منه يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم